استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، والذي قدم إلى سموه المشاركين في البرنامج التأسيسي للدبلوماسيين الجدد الذي تنظمه وزارة الخارجية بهدف تخريج كوادر وطنية مؤهلة لخدمة سياسة مملكة البحرين الخارجية. وقد استمع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من معالي وزير الخارجية إلى شرح عن الأهداف النبيلة التي يحملها البرنامج والرامي إلى تعريف المشاركين على الأسس الصحيحة للعلاقات الدبلوماسية وأساسيات تشكيل العلاقات بين الدول في الإطار الدبلوماسي، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الدبلوماسية خدمة لسياسة البحرين الخارجية. ونقل اسمه خلال كلمة ألقاها تحيات جلالة الملك المفدى إلى جميع المشاركين في البرنامج الرائد، مؤكدا سموه أن جلالة الملك المفدى فخور بشباب البحرين نظير ما يقدم من تضحيات كبيرة وعظيمة في طريق التطور والنماء والذي تشهده المملكة، وبتفانيهم في المحافظة على أمن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها. وقال اسمه إن جلالة الملك المفدى يدرك تماما الأهمية البالغة للشباب في نمو المملكة وازدهارها وحمايتها، لذا وضع الشباب على رأس سلم الأولويات الوطنية، إيمانا من جلالتي بأن الشباب هم ثروة الوطن المتجددة ومركز الاستثمار فيه. وقد وجه جلالته جميع القطاعات في المملكة لتوفير الرعاية الشاملة والمتوازنة للشباب والعمل بشكل علمي لتلبية احتياجاتهم بما يجعلهم قادرين على دعم مسيرة النماء في المملكة. وأشار اسمه إلى أهمية أن يبذل الشباب جهودا لكسب المعارف والمهارات في المجالات الدبلوماسية، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها مملكة البحرين على صعيد الدبلوماسية العالمية. وتابع اسمه أن المحافظة على المكانة المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين على المستوى العالمي تحتاج إلى جهود مضاعفة من قبل الجميع، خاصة الكوادر الشبابية المؤهلة. وذكر اسمه أن مملكة البحرين تتطلع دائما إلى بناء علاقات متينة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة، إلا أنها ترفض التعريض بها أو النيل منها والتدخل في شؤونها الداخلية، وما تحاوله بعض الدول المعادية لمملكة البحرين والمنظمات الإرهابية والخارجة عن القانون لتشويه سمعة البحرين العطرة، إلا أن الشباب البحريني يقع على عاتقهم مسؤولية التصدي وبكل قوة وحزم لتلك الدول والمنظمات والعمل بروح الأسرة الوطنية الواحدة للوقوف في وجههم لحماية البحرين من عبث الكائدين. وأضاف سمو أن البرنامج التأسيسي للدبلوماسيين الجدد يعد من البرامج المتميزة والناجحة التي تقدمها وزارة الخارجية، والتي تؤكد استراتيجية الوزارة الرائدة لتأهيل نخبة من الدبلوماسيين البحرينيين ليكونوا سفراء للمملكة في المستقبل. من جانبه أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على استقباله للمشاركين في البرنامج، مشيرا إلى أن سموه يعتبر ملهما للشباب البحريني، وكلماته أثناء استقبال المشاركين لها وقع كبير في نفوسهم ومنحتهم الثقة والقوة من أجل مواصلة التحدي ليكونوا خير سفراء للبحرين في المستقبل. وبيّن معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين وبتوجيهات من قبل جلالة الملك المفدى تحرص على تأهيل صف من الدبلوماسيين الشباب ليكونوا في مقدمة البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين مستقبلا، بحيث تكون هذه النخبة قادرة على تنفيذ السياسات الخارجية للمملكة القائمة على مبادئ الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى التصدي الدبلوماسي لكل من يشوه سمعة البحرين ويبث الأخبار الكاذبة والمغلوط عنها، مؤكدا أن مملكة البحرين تتمتع بدبلوماسية حكيمة ورزينة، الأمر الذي فرض احترامها وتقديرها على المستوى العالمي. بعدها تم فتح باب النقاش بين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والمشاركين في البرنامج، حيث أجاب سموه على أسئلة المشاركين في البرنامج.